واولا انا يعني بعد اذن حضرتكم طبعا النهارده كان في محاضره قيمه جدا جدا تحتاج مش اجتماع نحالين جمعيه مربي النحل الغربيه تحتاج مؤتمر يعني جامد نتكلم فيه. انا دايما ليا مبدا ان دايما احنا اعتمدنا في المحاضرات كلها بعض حاجات كنحالين احب اوضحها لكم من الناحيه العمليه عشان تبقى فاهم ايه اللي انت بتعمله وايه اللي انت شايفه. في بعض حاجات اللي هي زي الحاجات اللي سمعتوه النهارده ده طبعا يعني على مستوى كبير قوي قوي. لو سالت اي واحد منكم سؤال دلوقتي على بعض حاجات فيه هيبقى صعب عليك انك تركز فيه شويه. انما اللي انا عايز اقوله ايه؟ كل اللي قال ده كله في سوره النحل ربنا سبحانه وتعالى يخرج من بطونها شراب مختلط الوانه فيه شفاء للناس. ما حددش بقى ايه هو الشفاء، ولكن الشفاء هنا جمله كلمه عامه لكل ما يمكن جميع الامراض الذكر قدامك. جميع الامراض الذكر قدامك. دي لازم تبقى عندك ثقه ان اي حاجه من دي تعالج بسم الله. الحاجه الثانيه يخرج من بطونها تبقى عارف ان غده السم دي باطل. اي غده مقفوله اي حيز مغلق ده بطل. اصل كلمه بطونها يفكر ان من بطنه يعني من المعده بتاعته. فالجهاز السم بتاع النحل واللي فيه اللي هو بينتهي عمليه فيه غده السم وفيه اللي هي الات السم نفسها اللي هو الرمح ده اولا طبعا احنا زي ما برضو الدكتور قال ان النحله وهي لسه اول خروجه خالص ما عندها لا فيها سم نحل او يعني بدايه لتكوين سم وفي الوقت نفسه ما عندهاش استعداد للدفاع عن نفسها. فهي دي اساس السم هنا مش عشان انا اجمعه او اي حاجه، هو ربنا خلقها للنحل لعمليه الدفاع عن نفسها. فالاله نفسها بتبقى لسه ما حصلش فيها في الرمح بتاعها التسنيم الصل اللي بيها لما تقدر تلسع العدو بتاعها فتنزل فيه كميه سم وتؤدي الى موته. هي طبعا برضو يبقى عارفين ان هي في الاصل هي قصدها تقتل العدو بتاعها. يبقى عارفين كنحالين ان لو اي واحد بدون ما يأذي النحل او بدون ما يعمل اي اضطرابات خالص لو قدر ان هو يتحكم في نفسه بدون خوف وبدون فرز ماده الادرينالين اللي هي ممكن تخليها تغرسك يبقى في الحاله دي مش هتغرسك النحل. انما لما تغرس بقى وبتيجي تنزع نفسها فطبعا قلنا الرمح اللي هو فيه تسنين لاعلى ده بينقطع وتبدا هي علشان توصل لاكبر كميه من السم تدفعها هي عمليه زي ما قال الدكتور حمدي والدكتوره ان تبدا تلاقي ان الروح عمال يغرس في جسمك وتفضي السم بتاعها. بدليل ان احنا برضو يبقى عارفين معلوماتنا العامه قلناها 100 مره قبل كده ان انا لما اجي ما مش عايز بقى السم ده يبقى لما اجي اشيل الزباله دي او كيس السم ده بشيله بضفر كده بعمليه عكسيه ما اجيش من فوق كده واضغط عليه يبقى انا فغلتان. واخد بال حضرتك؟ هنا بقى النحله عشان تدافع عن نفسها عشان ما تموتش يبقى بدون اي انفعال لها يبقى خلاص مش هتقرص. يمكن الصوره اللي جابها الدكتور حمدي اللي هي بنشوفها كنوع من الاعلام منظر وكده لما بيحبوا يغطوا واحد بجسم النحل بيبقى طبعا هذا الشخص يعني عنده اعصابه هاديه جدا بحيث انه ما ينفعلش. وبعدين بيعتمدوا على نظريه التطريد. عشان برضه ما نبقاش نحالين ونستغرب في التلفزيون نقول اللي بيحصل ده. على التطريد بيجيب الملكه بيجهز الاول الخليه لعمليه التطريد، خلي بالك دي برضه عشان نبقى عارفين يعني التطريد بيتم ازاي. خليه قويه جدا وصلت لدرجه خلاص ما فيش مكان لها، ما فيش حاجه، ما فيش مكان لوضع بيض، كبيتها ضخمه فبتبدا تستعد للتطريد. فبيجيب الملكه ونحطها في القبر بتاعها ونوقف الشخص ده ونيجي نحط له الملكه بتاعته في تحت دقنه كده وهو واقف النحل كله بيطلع وايه وينصب عليه. ولو حد بقى يعمل العكس ان هو ينقل النحل من على جسمه طبعا مش معقول ان هو هيمشطه ولا هيقتله ولا هينضفه بفرشه ولا بياخدها برده وينقلها مكان ثاني وينقلها للتطبيق. اللي انا عايز اقوله بقى هنا ايه؟ ان كلمه إن اولا برده من ناحيه الحق زي النهارده معتدل يعني 99% او 90% من اي حقن بتاخدها يقول لك حقنه في العضل. طب انت واخدها في العضل ورايح لايه؟ حاجات كتير. اي حاجه روماتيزم فيروسي اي مرض من الامراض
لان دي طبعا بيخش الدم ودوره الدم بتوزع ايه؟ بتوزع الحته بتاعت تورم الدم دي. هو المفروض ان القرصه دي السم ده كماده تعتبر حمضيه، ده يعني تقدر تقول عليها هي لها، انما هي اصلا تعتبر غالبتها حمضيه. غده حمضيه. بدليل ايه بقى؟ بدليل ان بالفطره احنا كنحالين او الفلاح زمان كان لو عدت قرص وورمت يركب حته طين ويروح حاطط عليه الطين قلوي، واخد بالك حضرتك؟ فهنا اللي بيعادل الحموضه بتاعتها. فكون ان انا اديها في الجسم قطعا ان هي زي اي حقنه باخدها لواحد عنده مغص كلوي، واحد عنده التهاب في المفاصل، واحد عنده كبد فيروس سي، كل الكلام ده كله لما تاخدها بعمليه. يعني انا بتكلم على ايه؟ مفيش واحد مننا اسمه ما بيقولوش واحد هو انت محال يقول لك لو سمحت انا عندي تعب في كذا، عندي تعب كذا كذا كذا، تعمل ايه؟ ابسط شيء بدون ما تخبى. طبعا يعني النقطه بقى اللي هي بتاع التجارب ان يعالج الجنوب الانفيه والحاجات دي هنا وهنا والكلام ده هو اللي حظه حلو، ان النحله تنطش في وشه غصب عنه. انما المناطق الحساسه دي ما انصحش حد منكم يعملها ابدا، مهما قال له ان شاء الله يكون ما بشمش حد. انما احنا بنيجي نعمل ايه؟ بطمئن ان انا بديله زي برضه بالفطره خالص، بديله مثلا في دراعه، في كتفه، في وركه، في رجليه، في الفخذ من الرجلين، دي كلها معتمد على ان دي حاجه بتمشي مع الدم وبتعالج الايه؟ العلاج اللي احنا بنعمله ده كله. ف انا طبعا كنت عايز امشي التسلسل للمحاضره كلها عشان نديكم بس المعلومات العامه بتاعتها، انما يعني ان شاء الله يعني طبعا الاستفاده او انك انت توصل للمحاضره دي ان في حاجات علميه خطيره جدا بالنسبه لسم النحل وبالنسبه لل يعني طبعا مثلا زي ما بيقول الدكتور مثلا ان احنا النهارده ايه اللي يخلينا نعرف ان سم النحل قاتل للبكتيريا والفيروس و يعني اللي قاله الدكتور عباره عن تجارب بتتعمل جوه المعمل. طبق فيه بكتيريا معينه وانواع من البكتيريا المعينه، وبحط النقطه بتاعت سم النحل بلاقي المنطقه او اللي هي حوالين البكتيريا اتقتلت البكتيريا اللي فيها، وبتتعمل دراسات على هذا الوضع. واخد بال حضرتك؟ فانا يعني كان طبعا طول ما انا قاعد عمال اجمع بس لا خلاص بقى ايه؟ قول حضرتك بس سؤال عايزين نعرف الجدوى الاقتصاديه اللي بتاعت سم النحل. شوف حضرتك على انا سنه 80 مش عايز اقول قبل ما تقول الدكتور حمدي. لا يا بيه كنت لا انت لسه لا يا بيه احنا مولودين في شهر واحد في 75 انا وانا في موسكو في 75 بمنتهى البساطه اللي في الدنيا الاستاذ اللي معايا جاب برواز اللي هو الخشب ده وبدل شمع الاساس ده بس طبعا تاني متركب عليه لوح ازاز مصنفر ولقيته موصل اللي هو عمليه التسليك دي برضه موجوده وقطب سالب وقطب موجب والبطاريه واشتغل ورحنا حاطينه في قلب الخليج. هو اللي بيحصل بالظبط الحراره طبعا بترفع درجه ايه؟ الازاز شويه. يعني الحراره ترفع درجه الازاز شويه. في الوقت نفسه التيار الكهرباء ده بيخلي النحل ينفعل ويروح ضرب ايه؟ الزبانه فبيسقط اللي هو نقطه السم بتاعته. بعد كده لما شلناه مجرد ما بتشيله مع الحراره البسيطه دي لان نسبه الرطوبه مش كبيره، يعني الدكتوره يمكن عارفه لو نسبتها يعني بتتبخر ببساطه جدا، ولقيته جاب انبوبه صغيره كده لها خرطوم صغير كده وشويه ميه مقطرين، مش هتجيب بقى جرده الميه مقطره وتروح منزله تروح بسيط كده. فهو اسهل حاجه بيدوب فيها السم هو الماء المقطر، وبيستقبلها على معتقد احنا يومنا استقبلها على معتقد صغيره كده من الازاز اللي هو المفتح ده، ومجرد ما بيسيبها للجو العادي بتتبخر وتشوف بالظبط كريستالات. انا دايما بقول عنها زي ايه؟ عارف الفانيليا اللي انت بتشتريها دي تلاقي كريستالات صغيره وبياخدوها بعد كده. ده الانتاج السم لو عايز تنتج السم. طبعا انت لو كلمة تجاري بقى انك لو عندك حد مصدر مثلا شركه ادويه ولا حاجه عايزه منك تجاري هي دي الفكره بتاعتها، بس ممكن بتعملها بقى ايه؟ باكتر من 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 جهاز عشان تحصل على الكميه اللي انت عايزها. وطبعا يمكن كنت ادرى واحد بالزميل اللي جاب اختراع لجهاز سم النحل بيطلع من كميات كبيره منه والاخ بتاع سامي الحجر كل الكلام ده، بس هي نظريته مبنيه على ايه؟ على الوضع اللي احنا بنحكيه.
بس ادي الفكره كده يعني. ماشي يا ماشي ماشي. طيب يبقى انت بتسال عشان تقول الجهاز ده عشان يسال مشروع يعني. كلام جميل. حضرتك على الجدوى يعني. الجدوى طبعا ممكن شركات الادويه تشتري منك الجرام بمئات جنيهات. لا يعني الجدوى موجود. بالنسبه للسم النحل في مصر هو يعني احنا سوم النحل في مصر. انفاق. لو سمحت. بالاخرى واحنا الاساتذه هنا بيحاولوا يوجهوا النحال لانتاج سوم النحل. في البدايه انتاج سوم النحل بيبقى صعب على النحال. سواء من ان هو بيعمل جهاز او بيحاول احنا ما عندناش اجهزه بتتباع في السوق هنا فكله بيعمل اجهزه على ايده يعني. ففي اللي بينجح وفي اللي بيفشل. المهم بعد ثلاث اربع خمس سنين من دعوه النحالين المصريين من خلال الجمعيه هنا اللي هي انتاج سوم النحل اتضح ان احنا عندنا مجموعه من النحالين الهواة اللي هو لو انت قلت له مثلا انا عايز 2 جرام سوم نحل يقول لك انا ما عرفتش انزل غير نص جرام. يعني غير قادر على الانتاج التجاري. يعني في تقول له مثلا زي محطات الملكات كده في محطات ملكات هواة وفي محطات ملكات مختلفه. الهواة تيجي تقول له انا عايز 100 عزرة مثلا يقول لك انا طلعت 60. ده هواة هاوي ما يعرفش يطلع الكميه المطلوبه في الزمن المطلوب بالجوده المطلوبه. اما في محطات اخرى تقول له مثلا انا عايز 1000 عزرة يوم السبت هيجيب لك 1000 وفي يوم 5 او 10 عزرة. ليه؟ لان هو متعاقد معاك على تسليم 1000 عزرة. نفس الحكايه مرحله انتاج سوم النحل في مصر في مرحله الهوايه الا انه هناك انا اعرف واحد شخصيا انتقل من مرحله الهوايه الى مرحله الاحتراف اللي هي بنقول له انا عايز 10 جرام سم الاقيه يجيب 10 جرام سم. انا عايز 20 جرام سم يجيب 20 جرام سم. عنده قدره هو باحث في قسم قسم النحل دكتور عمرو انتقل لمرحله الاحتراف. ده اللي انا اعرفه شخصيا. لما اتقابلت مع كاسلين من الاخوه قالوا انا بكتب سم نحل. طب نتصل بيهم الاولاد احنا لو سمحت احنا عايزين جرامين سم نحل. طب انا اصل انا لسه ما انتجتش. طب انتج لك مخصوص. طب لو انتجت هاخد كام جرام بكام. طب لو ده دليل على انه لسه ما يعرفش ينتج بطريقه تجاريه. بدايه قبل ما نتعلم الطريقه التجاريه لازم فعلا نتعلم نبقى هواه عشان نعرف ننتج. احنا نامل من الناس انها تبدا وبعد ما تبدا ان شاء الله باذن الله احنا من خلال الجمعيه هناخد من ايديهم كده ونحولهم من مرحله الهوايه الى مرحله الاحتراف. بس المهم ان انت عندك الاراده ان انت تبدا. انا شايف حضرتك عامل جهاز سم نحل على ايه؟ وممكن الجهاز يكون جاب معاك بعض النتائج الكويسه. وممكن ما تسالش انت لا تقول لنا. لا انا بسال حاجه. انا هسالك بس دي واحد انا عارف انت عايز تعمل. انت عايز تبرز عملك من خلال اسئله عكسيه. لا انا عايزك تقول انت عملت ايه. مفيش مشكله ما تسالناش بقى قول انت عملت ايه. قول واحنا نعقب. واحنا نعقب. يعني المهم في النهايه هتقول لي والله اعرف من خلال كلامك انك انت نجحت في عمل الجهاز ولا لا. ده اول حاجه. نمره 2 انتاجيتك اصبحت انتاجيه مستقره ام لسه في مرحله الهوايه؟ نمره 3 هل يمكن لك ان تنتقل الى مرحله الانتاج التجاري؟ فاهمني؟ يبقى في الحاله ديت هنساعدك ان احنا نوجهك للناس اللي انتاج التجاري بالفعل تلتقي معاهم وبالتالي يحصل نوع من نقل الخبرات. ماشي؟ ده ثلاث مراحل اللي احنا ممكن نتكلم فيها. اما الجدوى الاقتصاديه لانتاج سوم النحل مش عايزين نقول هي شكلها ايه. الجدوى الاقتصاديه لسوم النحل هي اعلى منتج يمكن للنحال ان هو يكسب منه في مصر. الجراب البحر 400 جنيه. الناس المنتجين المحترفين
المحترفين بينتجوا الجرام ده يعني بينتج اكتر من 5-6 جرام في المدخل الواحد في يوم واحد في ليله واحده. رجل حضرتك لان احنا عرب بينتج بالليل بينتج بالنهار. عندي رجل حضرتك بس شغل الليل افضل من شغل النهار في حته تانيه كاكسوم اللحم. فاذا كنت لا تسويبه اصلا ما زال في مشكله بس احنا هنساعد ما زال لان احنا عندنا منافس قوي للسم النحل المصري وهو النحل اللي بيجي من سم النحل اللي بيجي من جورجيا اللي هو تبع الاتحاد السوفيتي ده سعره رخيص وفي نفس الوقت الكواليتي بتاعه عالي جدا وهم اتعلموا حاجه مرحلة تانية احنا لسه ما وصلناهاش اسمها ثقافة الجودة في سم النحل. يعني خدت بالك انت؟ يعني احنا النهارده نعرف ثقافة الجودة في عسل النحل. بنقول والله في عسل نحل 5 سكروز ونحل 10 سكروز ونحل 15 سكروز، خلاص احنا فهمنا يعني ايه جودة. فاهمني؟ انما سم النحل احنا ما فهمناش يعني ايه جودة لسه، صح ولا ايه؟ انت ممكن تنتج سم نحل ما تكونش عارف جودته ايه ومش فاهم جودته ايه. هما هناك في جورجيا وصلوا لمرحله ان هما يقدروا يميزوا ما بين الجيد والمتوسط والاقل جوده. فانا هنسمع من حضرتك التجربه بتاعتك وترد لنا على الثلاث اسئله بتوعك. اتفضل. طيب بعد اذن حضرتك، هو الاول هو جاد يعني مش 100% فكرتي، هو كان الاستاذ مصطفى شايف هو عارف هنا في الجمعيه كان عامل برضه لوحه بس كانت فيها مشكله. يعني لاحظت على اللوحه بتاعته ان في جزء كبير من السلك بيبقى مكشوف في النحل تحت الخشب، يعني النحل اللي بيقرص فيه وبيتجسد يعتبر يعني مهدر من الجزء، يعني حوالي 25-30% من اللوحه المهدر. كويس، ما انا حاولت اعالج العده اللي عملت اللوحه بحيث الجزء اللي يكون مكشوف للنحل هو الجزء اللي النحل هيقرص فيه بس. تمام، فغطيت الجزء من هنا ومن هنا بحيث يبقى الازاز بس تحت السلك المكان اللي هيقرص فيه. في بقى حاجات يعني بتعوق الانتاج، يعني مثلا لو انا انتجت بالنهار في جزء كبير من النحل السارح بره، فده ما ينفعش انتج بالنهار، يعني خصوصا مثلا من الساعه ولكن 7 الصبح لحد قبل المغرب بساعه المفروض ما انتجش النحل السارح، ما تحطش جهاز لان في جزء كبير. وانا مع يعني دي بتعلمك يعني بتجارب الاخطاء بتغلط وانا بعرف هي المشكله كانت فين واصلحها بعد كده. معلش مع حضرتك برضه ما هو لازم تنتج السابق، هو احنا قلنا ان النحل هو الجالك هو اللي ايوه هو اللي سم النحل كل اللي معنى ايه عندك الطيفه كلها تمام. وانا بقول لحضرتك يعني بدل تشتغل معاك 30,000 شغاله بدل 10. وعلشان انا باكد على النقط دي ليا سؤال بس معلش ليك، يعني هو ازاي تبقيت الخليه؟ لا 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 بص هو هقول لك الاسئله الاول هيسمع الجهاز في الاول. انا كنت يعني لو دخلنا على يوتيوب على النت على اي فيديو بيعرض سم النحل هلاقيهم بيحطوا الجهاز قدام الطياره بتاعت الخليه كويس، فلقيت ان هو بينتج الجرام من حوالي 50 خليه. جرام من 50 خليه طبعا. مشكلة بس مش فطبعا كان الانتاجيه كانت الانتاجية ضعيفة، يعني جرام من 50 خلية قليل جدا. فحاولت ايه؟ احط الجهاز جوه الخلية تمام؟ واحطه مقلوب بحيث يبقى النحل يقرص فيه من تحت. فلقيت الانتاجية زادت وصلت للجرام من حوالي من 8 ل 9 خلايا. خلايا اللي هي 8 نحل و7 نحل، يعني مش خلية برين ولا غير يعني. تمام؟ فهو المعدل بتاعي جرام من 8 خلايا. في سؤال حضرتك عايز تكسر فيه؟ لا هقول لك تاني. انت لو الدايره انت انتجت كم جرام لغايه النهارده؟ اللي انا انتجته حاليا انا معايا حوالي 2 جرام تقريبا 2 جرام شويه ماشي، دولت كتجربه ابتدائيه. يعني احنا لو طلبنا منك 10 جرام تطلبهم منك كام يوم؟ 10 جرام؟ لا هقول لحضرتك بنفس المعدل اللي انا شغال بيه، يعني جرام من 8 خلايا في الجامعه الواحده. انا لو في اليوم يعني؟ قلت لك اه في اليوم. انا طلبت الخلية انا طلبت دلوقتي انا عايز 10 جرام تجيبهم لي امتى؟ تقول لي هجيبهم لك امتى؟ هقول لحضرتك انا بقى الثمان خليات برضه انا نقيسها، يعني الثمان خليات بياخدوا ساعه كويس؟ الثمان خليات بياخدوا ساعه. اقسم بقى عندي مثلا 100 طايفه
كويس كل ساعه لو اما اعمل اجهزه تكفي النحل كله يا اما اعمل الثمان اجهزه او العشر اجهزه بتوعي وامشيهم على النحل. انت بامكانياتك دلوقتي انا عملت سؤال في مثلا انا عايز 10 جرام سم هتبقى لي امتى؟ ما انا بقول لحضرتك انا بتصل بيك في التليفون دلوقتي اديله رقم تمام انا عايز منك 10 جرام سم هتبقى لي امتى؟ اقول لحضرتك ممكن ال 10 جرام هنجيبهم لك حوالي اسبوع. لا اسبوع ليه؟ ما اقول لحضرتك ليه؟ اولا حسب يعني انا ما اعرفش لسه السوق. انا بنتج انا اول بعمل الجهاز كويس وهشوف السوق يعني هيستوعب اللي انا هطلعه ولا ما مش يعني هطلع وبعدين ما كده ما يستوعبوش يبقى هو بقى ينتج على قد فاعمل 10 اجهزه بس على قد لا السوق بيطلب يبقى انا هعمل اجهزه تكفي المنحل كله لان هصرف وعارف انه هيرد لي تمام. فانا دلوقتي لا لو حضرتك عايز 10 جرام والسعر فيهم كويس هعمل ال 10 هعمل 100 جهاز الصبح وانزلهم المنحل ال 100 جهاز عادي يعني هيجيبوا لي حوالي مثلا نقول 7 جرام المره ديت. طب لا السعر كويس بالنسبه لك اللي هو ما يخسرش وما يكسبكش السعر النقطه بتاعت اللي هي تكلفه الانتاج تعرف تحسبها؟ هقول لحضرتك على حاجه الجهاز ده تكلفته كتكلفه انتاج بيكلف حوالي مثلا 65 جنيه الجهاز ده خصوصا مش فاهم حضرتك انا بقول لك اهوت انا عايز ما لا ما هو برضه خد بالك يعني هو بيشتغل برضه دي فتره صلاحيه يعني السلك ده بيصد تمام بيصد ممكن بعد اسبوع بعد 10 ايام ماشي ممكن يصد يا الا اذا لقينا حاجه انه ما تخليش يصد سلك ستانلس تمام. ما انا بقول لحضرتك احنا لسه بنشتغل بالخامات الموجوده ما انا بقول لحضرتك الناحيه العلميه هي اللي هتعرفنا الانتاج الصح ازاي وبعد كده هحسن انتاجي واخليه يشتغل الجهاز يشتغل معايا على طول. طيب هسالك سؤال اتفضل. الناس اللي هي في مرحله اللوائي اللي في مرحله اللوائي او مرحله بدايه الانتاج شيء جديد بالنسبه له هل هو المفترض ان هو يفكر بالطريقه دي ولا المفترض ان هو يفكر ازاي ان هقول لحضرتك على حاجه يعني النجاح هو المهم ولا النجاح في الانتاج هو المهم ولا انك انت تشوف انت هيجي لك فلوس قد ايه قبل ما تنزل وانت اصلا الفكره الاول الفكره انا ما قلتش ان انا عايز ابقى محترف يعني من اول مره انا قلت لحضرتك انا لسه بجرب الجهاز ولسه بطور فيه كويس يعني ده النموذج المبدئي مش النهائي يعني انا لسه برضه بطور لان لحضرتك انا لسه في مرحله التجريب والخطا والصواب. طيب علشان كده يعني كنت عايز استفيد اقول بقى نصيحه انا فهمتك خلاص نصيحه الى كل من يبدا في انتاج سم النحل او اي ماده ثانيه سواء حمض الفار زي ما لو سمحت ما تسالوش هتبيعه بكام وهتنتج يعني اسال المعدل الانتاج كام فهمني اعرف تتعلم ثقافه جوده المنتج ازاي اتعلم وبعد اذنك ازاي قبل الكلام اللي انت بتقوله ده لا بعد اذنك انت سالت سؤال انا لو هو السعر كويس انا هنتج لو هو السوق يقبل انا هنتج الكلام ده هو انت عامل مصر انا اسال حضرتك سؤال ده وافق انا اسال يعني حضرتك لو احنا عايزين نقول ان نحل العسل يا جماعه نحل العسل هوايه يا باشمهندس كل من ياخذ نحل العسل وعلى انه مشروع اقتصادي وهو اصلا ما هوش هوين مش بينجح فيه. انا بالدليل على كده في ناس عندها 10 خلات بتجيب انتاجيه احسن من ناس عندها 100 خليه وده موجود بالفعل قدامنا. ايوه بالظبط. لو طرد النحل ب 20 جنيه حضرتك هتقبل تطلعه من منحلك؟ لا ده سؤال. طب انا سالتك تكلفه المنتج بتاعك كام انت ما انتش عارف اصلا 98 لا يعني انا لسه مش لما قلت لك الجرام بيكلفك كام انتاجيه فاهمني هو مش بيكلف انت ما انتش عارف هو مش بيكلفني هو هيكلفني ايه يعني ده تكلفه لكن بالناحيه العلميه بقى هل هو في اجهاد والنحل يعني هياثر عليه في الانتاج ولا لا؟ الدكاتره اللي هيقولوا لنا الكلام ده هل لو انا جمعت كذا مره يعني الدكتور بتقول بتجمع كل 3 ايام كل شهر كويس احنا يعني في اراء بيقول لا كل شهر كل 21 يوم كل 15 يوم لا انا قلت ان هو الغدد السن بتحاول تعوض لان الاسلحه لما بتحاول تعوض الجزء اللي خبط منها فبترجع تستكمل شويه او بتحطها على انها تشتغل لكن ما بترجع للكميه الاصليه. تاني في المره الاولانيه للجامعه واحد ب 10 مليون جرام طب مره ما بيجيك او ما يجيكش
ولكن بيبقى فيه سم بدليل ان في يعني ايه عارف ازاي بيبقى فيه على الازاز او الرابر شيت او اللي انت بتشتغل عليه بيديك سم منطور يعني ما تقدرش حتى ممكن ما تقدرش تجمعه تاني. لازم تغذي بروتين لان البروتين هو المحفز الاساسي لتحفيز غدة السم ان هي تشتغل. فيعني انا بفضل ان الجامعه تبقى مره في الشهر او كل 15 يوم بحيث ان انا. وبعدين فكره الجهاز داخل الخليه دي انا اشتغلت في الماجستير بتاعتي ممكن كان فتحي فكري معايا كنت بشتغل بحط الجهاز كان نفس بس كان على قد بمقايسات الطبليه فانا بحطه في قاع الخليه كنت بهز النحل فمش كل النحل مش كل النحل بيلسع فدي كانت مشكله لا مش كله لان النحل بيتدافع فوق بعضه فاللي بيبقى ملامس للسلك هو اللي بيلسع فبيديني قد ايه بيديني معدل ربع جرام او اقل من ربع جرام للخليه كلها. يعني ان احنا بنقول دراسه الجدوى ان الجرام بينتج من حوالي 60,000 شغال يعني خليه قويه تديني جرام في اليوم لو اشتغلت كلها ولكن ده نظري. الفعلي هو احنا قايلين له احنا عايزين نعرف هو دلوقتي الراجل ما قالناش بالفعل الجهاز هو عمل جهاز ما زال بيدور فيه واحنا عايزين ما نوقفش حته ان هو يطور في جهازه. ده نمره واحد. انا مش بتكلم على التجربه بتاع حضرتك. لا ما انا بقول له انا معاه على التجربه بتاعته هو شخصيا. لا ده انا بديله البيز لاين اللي انت عليه. هو مش في نفس الخطوات. هو دلوقتي مش في نفس الخطوات. هي كانها هي عمليه ممكن يستكشف حاجات وحضرتك ممكن تستكشف حاجات في النوع العام. اكيد. اللي انا عايز اقوله هو دلوقتي الراجل انتج عينه بس هو لما جه ينتج العينه جه بعد كده يقول انا مش هنتج الا ما اعرف السعر كام واعمل ده موضوع تاني بقى الفيزابيليتي او الجدوى الاقتصادي. ما وصلش المرحله دي. مش كده انا قلت مش هنتج. انا بقول ازاي اشجع الانتاج ازاي اشجع الانتاج ان يكون في سعر مقنع حتى ولو في البدايه ان الناس ممتاز بعد كده السعر ده يكون لقاح كان يكتبه مثلا ب 100 جنيه دلوقتي فاضل ينزل ان بقى فيه انتاج. ممتاز. انا بقول في الاول لان انا عمره في حياته ما كان 100 جنيه كان ب 1500 جنيه عمره في حياته ما كان 80 جنيه في مصر. الدكتور سكر قاسم كان بيقول انا كنت بنتج كيلو حبوب اللقاح ده كان ب 1500 جنيه لما كان اول ما انتج حبوب اللقاح انتج منتجه هنا في جمعيه كرات الناحيه الغربيه اول انتاج حبوب اللقاح سنه 99 اول انتاج حبوب اللقاح سنه 99 واتباع ب 80 جنيه. انا بقول لحضرتك انا بادئ الكلام ده لا مالكش دعوه لا الدكتور سكر استاذ وانا عارف كويس بس احنا بنتكلم على شيء معين مهم جدا الفرق ما بين الاحتراف وما بين الهوايه. اللي انا عايزه اشوفه الاول ان احنا نعرف ننتج بعد كده انا اشوف هل السوق بس. انا عايز اقول لك بص يا ابراهيم تعرف النقاش اللي بينك انا عايز بس اقول له على عمليه مواعيد الجمع يا دكتور لو هو بيفتح هناك هيبدا ازاي بالنسبه بص لي يا باشمهندس انت بتقول لي الوقت بتاع الجامعة الجهاز احطه في الخلية ومعروف عندنا ان في وقت الذروة بتاع صروف النحل عمر الشغالة بيبقى 21 يوم في العمل يعني متوسط 21 قد تصل الى شهر هناك ولذلك انا لما جيت اتكلم عن الموعد امتى احط الجهاز في الخليه يا دكتوره اسماء فقالت ده تابع معانا بس فقالت لي نحطه كل 15 يوم لا الجمع لو هشتغل داخل الخليه لكن كل كام كل كام يوم يفضل ان كل شهر او 15 يوم اجمع من الخليه مره كل شهر انت لو حطيت بعد شهر هتاخد اقصى انتاج ليه؟ لان اللي انت اصطدت منه المره الاولانيه هيكون انتهى عمره مات يبقى كل المجموع في الشغالات اللي طلع عندك بعد شهر كام؟ هتاخد 100% من الخليه. لكن في عالم ثاني يقول لك طب وانا ليه استنى؟ طب ما ناخد بعد 15 يوم هيكون عندي 50% من الشغالات ماتت و50% طلع مكانها جديد. اختلاف اراء. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه بس الاستاذ ابراهيم بيقول يعني انا لو طلبت منك الصبح عايز 10 ادوار. لو انا اصلا لسه جامع اللي عندي بعدها مثلا اربع ايام قال لي هاتي كمان 10 ادوار. لا في حاجه انت ممكن تتعاقد لو انت هتشتغل على الحليب
هتتعاقد مع نحال. يعني تعرف النحل المرزوم كان في فكره زمان الدكتور محمود السمي كان بيقول لك النحل المرزوم المفروض نحطه على جهاز استخلاص السم كله ونطلعه، يعني واخدين جزء منه من السم مظبوط. فانت ممكن لو هتشتغل على لارج سكيل او هتلاقي منفذ انك تشتغل تجاري، فانت ممكن بتتعاقد مع النحال مقابل مثلا او بتشتغل لشركه انت بتشتغل بالجهد وهو بيشتغل. فانت لو عندك الجرام بيجي من 8 خلايا، لو عندي 80 خليه في منحل يبقى في اليوم الواحد اجيب ال 10 جرام. فهمت ازاي؟ ايوه 10 بس كل قد ايه؟ ما انا اشتغلت النهارده ال 10 جرام ما كانش انا فاهمه. انا حضرتك بتشتغل على الجرام الزبالي او الجدول الاقتصادي، مش عارف تكلفه الجرام قد ايه، فانا ممكن ابيعه بكام؟ بس تكلفه التكلفه هي دي. بص انا عايز اوصل لك معلومه مش عارف توصلهاش لغايه دلوقتي، دقيقه واحده لو سمحت، دقيقه واحده انا عايز اوصل لك معلومه ما وصلتش لغايه دلوقتي اللي انا جوايا، يعني مش معلومه. السؤال بتاعي، السؤال بتاعي اتفضل يا دكتور. انا عايز اوصل لك السؤال بتاعي. هناك في هناك في مصر كم محطه لانتاج العذراء؟ ماشي، المحطات دي بنتصل بيها كلها، والله انا عايز يوم السبت 1000 عذراء. ما عنديش، لا من غير ما يقول لي عندي ما عنديش وما بعملش، بيقوم اكتب 1000 عصر، الاقي يوم السبت جايب ال 1000 عصر. ده مختلف. في واحد تاني بيقول لي ده انا عندي محطه ملكات وبتاع، طب نجربها، هات يوم السبت 100 عصر جيب لك 20، الاقي جايب لي 30 40 عصر. فاهمنا ولا ايه؟ الفرق بين ده ايه والفرق بين ده ايه؟ ده هاوي وده مختلف. سليم، طب انت عشان تنتقل من مرحله الهوايه الى مرحله الاعتراف، قول لي بقى تكلفه الجرام كام وهبيعه بكام، واشتريه بكام؟ دي واحده، واشتريه بكام، ولو هلاقي زبون ولا ما الاقيش، واعمل ولا ما اعملش، وهو اصلا منتج قابل للتخزين، وهو اصلا منتج قابل للتخزين. الاول البني ادم بيبني نفسه ثقافيا ومهاريا وحرفيا، عشان لما انا اجي اتصل بيك واقول لك انا عايز 100 جرام او عندي طلبيه تصدير مطلوب كيلو، تقول لي والله انا اقدر او ما اقدرش. انت فاهمني ولا ايه؟ ويبقى عندك طريقه العمل او الاساليب العمليه اللي انت هتقوم بيها بانتاج 1 كيلو. ما تقوليش بقى انا عندي نحل ما عنديش نحل، اللي فيه سم ما فيهوش، انا ما بكلمكش على الكلام ده، النواحي العمليه انا ماليش دعوه بيها، انا راجل بشتري. تقدر او ما تقدرش. فعشان تقدر لازم تمر بمرحله التجربه والخطا. طب تمر بتجربه والخطا ازاي؟ فاهمني؟ الا اذا كنت على طول بتنتج. تاني مرحله التوجيه، ان انت جاي دلوقتي والاساتذه عملوا تجارب فبيوجهوك. تالت مرحله ان احنا نوديك عند واحد بروفيشنال عنده طريقة لإدارة منحل لإنتاج سم النحل، تاخد عنده دورة. يبقى أنت كده اتعلمت من خلال ثلاث مراحل اللي أنا عايز أوصله لك، فاهمني؟ فابدأ على بركة الله، أنت كده تعتبر عندنا من هواة إنتاج سم النحل، وإن شاء الله لو أنت جيت الموسم الجاي بقيت من محترفين سم النحل هتبقى تاني واحد في مصر محترف سم النحل. أنا عايز أقول لك